سادتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موضوعات على الساحة، تقدمه إليكم سوسن شلبي. سوف نتطرق اليوم لموضوع يشغل بال الكثيرين، ألا وهو الترجمة ومجالاتها. وضيفتنا اليوم هي المترجمة الرائعة ميرنا الخطيب. إزاي حضرتك؟ الحمد لله. إزاي حضرتك؟ سعيدة جدا بوجودي مع حضرتك النهاردة. إحنا أسعد، متشرفين بوجودك معنا النهاردة. حابين نسأل حضرتك شوية أسئلة اتبعتت لنا كتير من شباب مهتمين بالترجمة ومجالات الترجمة، فكنا عايزين نبدأ من الأول كده ونفهم السادة المستمعين اللي مش عارفين يعني إيه الترجمة. إيه هي الترجمة؟ هي الترجمة ببساطة أحد أنواع الفنون زي الأدب والموسيقى والشعر، بيهدف لنقل المعنى من اللغة المصدر للغة الهدف. طيب إيه هي لغة المصدر وإيه هي لغة الهدف؟ اللغة المصدر واللغة الهدف، يعني على سبيل المثال مثلا أنا بترجم نص من اللغة العربية للغة الإنجليزية، فأنا بالنسبة لي إن اللغة العربية هي اللغة المصدر اللي هي بيسموها السورس لانجويج، لكن اللغة الهدف هي اللغة اللي أنا بترجم ليها اللي هي اللغة الإنجليزية اللي بيسموها التارجت لانجويج. يعني نقدر نقول ببساطة إن لغة المصدر هي لغة الأم للشخص بالزبط. المترجم، واللغة الهدف مش شرط تكون اللغة الأم بتاعته، هي اللغة اللي هو النص جايله بيها.